أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير. يسعدنا جدا أن نلتقي في هذه الليلة ضمن السهرات السعودية. وفي بداية هذا اللقاء يسعدنا أيضا أن نلتقي بالفنان الكبير طلال مداح. أستاذ طلال، مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا، وعندنا يعني شوي دردشة أنا وياك. مساك الله بالأنوار، وأنا رهن إشارة استعد لدردشة. الواقع أبو عبد الله المعروف، أنا شخصيا ماني مذيع، هذا الشيء مؤكد، ولا أنا ولا أنت طبعا. والمعروف أيضا أنه أنت تحب تعمل بصمت، هذا الشيء معروف. فأعتقد اللي بيجي مني أنا وأنت أعتقد مقبول، إن شاء الله يكون مقبول إن شاء الله. يعني ما فيه في سؤال يتبادل لذهني أنا الآن كمستمع وواحد من الجمهور اللي بيستمع لطلال مداح، وأعتقد أن هذا السؤال أيضا بيتردد على أكثر من لسان من جمهور طلال مداح أو من جمهور الأغنية السعودية، هو احتجاب طلال مداح فترة معينة. تقدر تقول يعني إيش هي الأسباب وراء هذا الاحتجاب؟ هو الاحتجاب، يعني احتجاب عن أضواء نوعا ما. في فترات عادة بنكون إما طبعا أنا وزملائي من ملحنين أو مؤلفين بنستعد فيها لعمل جديد، يعني فلبينما نظهر العمل الجديد أو بمعنى أصح يكمل ويتم، تعتبر الفترة فترة الاستعداد، هذا فترة احتجاب. أحيانا تطول وأحيانا تقصر، بس ما هو يعني ما هو انقطاع بمعنى الكلمة، اللي ما هو انقطاع بمعنى الكلمة بطبيعة الحال. هل فعلا طلال مداح راضي عن طلال مداح؟ لا والله، أصله إذا الرضا التام عن الإنسان عن نفسه معناها أنه وصل لدرجة الكمال، وطبعا ما في أحد يستطيع أن يوصل لدرجة كمال، ولا يستطيع أن يرضى عن نفسه الرضا الكامل. يعني طيب يرضى ببعض ما يعمل ويمكن طيب لو الواقع قابلنا طلال مداح بطلال مداح في جلسة مفتوحة، إيش أهم شيء بيقوله طلال مداح المشاهد أو أقصد المستمع لطلال مداح المطرب؟